احنا وفد من ايطاليا، وانا ابراهيم سمرين من الاردن. حبينا بس نعمل زياره قصيره لحال، جايين من جبه ومن العلا، عاملين اول مره زياره على السعوديه، وهذا تابعين لشركه ايطاليه اسمها فيا جمنتا. ان شاء الله عندهم هذه اول زياره لهم كمجموعه، بس عندهم 40,000 سايح على الطريق باذن الله جايين. كملت الرحله، بكره عندهم سوق جمال على بريده، حابين بحب الصحراء بحب جمال، انبسطوا كثير في العلا، واهل العلا ما شاء الله عنهم كان ملقاهم طيب جدا، والترتيب في العلا كان ممتاز، واخذنا على فكره يعني واحد بوصل جبه كانه يعني شو بدك، من اكبر محل نقوش في العالم في جبه. لا دوماندا استا كيدندو c'è ritornerai in Arabia Saudita? Of course. Of course, dice. Elena, ti piace tornare in Arabia Saudita? Sicuramente. Qualcuno piace ritornare? Certo. Sicuramente. Akid, inshallah. Tutti vi hanno dato il benvenuto, la gente vi riceve bene. Molto affettuosi. Ah, بقول لك ما شاء الله انتوا ملقاكم طيب هنا معنا، يعني في بنت من امبارح، من البنت حتى اللي لابسين مسكت واحدة تنتين وثلاثة، مسكتهم حضنتهم بتقول لهم أهلا وسهلا في بلدكم الثاني، فكانوا مبسوطين كثير منها هاي وهذيك، وفي واحدة ثانية من راحت إيرا لرقاصة بيري كانت يا براتشاوا، هاي صارت حتى صارت تبكي وكانوا يطلع مثلا كيف صورة الحضن، هاي كانت معها حاضنتها مبسوطة منها كثير. هاي 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 وهذيك وعندكم كرم للأجانب ما شاء الله، مش من هذول رجال أعمال أكثر. شكرا، باي باي.